ايه اللي تقوله لابنائك اللي بيسمعونا النهارده من اسوان والاماكن اللي نيافتك مسؤول عن رعايتها؟ لا حابب ده ما يبقاش موجود الفتره الجايه عشان نبقى اقرب لربنا، كنيستنا اعلى واحلى. نرجع تاني لطبيعتنا ان احنا نحترم بعض، ومساله الانتقاد الشديد ده 90% منه غلط. يعني انت بتنتقد واحد ما انتش عارف ايه الظروف، ايه ليه هو عمل كده. فلو انا عندي من جوه، ما هي لازم تطلع من جوه الانسان، ان هو يعني ما يسرحش في النقد، التماس الاعذار، احط نفسي مكان اللي قدامي. بالظبط. يعني زمان كانت دي كلها حاجات طبيعيه في الانسان، احنا عارفين ظروف ايه، مجايز هو، فبسرعه تتعالج. لكن دلوقتي لا، احنا بتجيلنا الانتقادات من خلال الفيسبوك والحاجات دي كلها، ومن خلال الناس ونصدقها. طب انا طب الانتقاد ده هيضعف حياتنا الروحيه جدا جدا جدا. مفيش حد انت هتحترمه، مفيش حد انت هتحبه. لو فقدت الاحترام يبقى هتتعلم ايه من الكنيسه؟ صحيح.